السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البنات مرحبا بكم معايا في فيديو جديد من تدابير منزلية. اليوم غادي نشارككم بعض التدابير سهلة بصح تنفعنا بزاف في حياتنا اليومية. هنا كما راكم تشوفوا معايا عندي هي عندي باربا اللي نقولوا له الشمندر. هذا الباربا اللي باغي نفيضها باش تفيض معايا بالخف وتكون تعطينا ديك الحلاوة تاعها تجينا حلوة. غادي ندير معها قيس تاع زوج مغارف سكر ونفيضها. كي تفيض معانا وتكمل باش نعرفوا الباربا من تكون كونتيتي كبيرة ما تطولش معانا بزاف في الثلاجة تكلي تضيع. اما لاش غادي نديرو كي نفيضوها هذاك الماء تاعها ما نقيسوهش كاع، نديروها في البورت مونجي اللي نصفوها فيه ونخلو قيس كاس تاع ماء معاها ونبلعو ليها ونخلوها. هذه الطريقة راهي غادي تحفظها لنا في الثلاجة وتبقى معنا مدة طويلة بلا ما تضيع. ونزيدكم اللي عندهم هنا، طبعا هنا رانا غاسلين الباربا مليح بالماء والخل ومنقينها كاع من دوك الشوائب تاعها. وغادي نعطيكم ثاني تدبيرة أخرى اللي راه عندهم فقر الدم، هذا الباربا الماء تاعها مليح لهم باغ اكزومبل، يغسلوها مليح مليح ينقوها يقطعوها يديروا ذي الطريقة اللي درتها، ومن بعد كي يصفوها يقلعوا مقدار من الماء تاعها ويزيدوا له شويه سكر ويطبخوه في الغاز يخدموه كيما السيرو ويتناولوه. هذه مجربه تاع فقر الدم وبزاف اللي نفعتهم في هذا المرض، وربي يشافي كاع المرضى ان شاء الله. الى اللقاء معنا في تدبيره واحده اخرى، ومن بعد غادي نوريكم ثاني كيش نخلو الماء فيها ونحتفظوا بها الى تدبيره اخرى ان شاء الله. هاي البنات الباربا تاعنا من طابت، على قلت لكم خلو فيها شويه ما كي من هذه كونتيتي اللي ديروها، ديروا معها شويه ما باش ما الماء تاعها باش ما تضيعناش. ها هي طابت الجلفه تاعها، ها وديك السكر من ذوقوها تسيبوها شويه حلوه من هذاك السكر اللي درناه ما تجيناش صامطه. ان شاء الله تكونوا استفدتوا الى تدبيره اخرى ان شاء الله. راني وليت معكم في التدبيره الزوجه. هنا عندنا طعام اللي هو الكسكس. هنا الطعام باه يجينا طري وما ينعاودوهش بزاف نفورو ونعاودوه وما ياكلناش فاني كذلك الزبده من نعاودوه. الدهان عندي هنايا زوج تاع لي زاستيس. الاولى ها هو طعام يابس، ندير له زوج مغارف. هنا عندي حسبه رطل، ها هي الشكاره اللي قسمتها، ندير معاه زوج مغارف ولا ثلاثه تاع الزيت كي من هاك هاكا نديرها معاه على حسب الزيت على حسب هالزوج. هاي المغرف الثالثة، وهذا الزيت كاع ندخله مليح في هذا الكسكس تاعنا الطعام تاعنا عاد باش نفخوه. هذا الطريقة غادي يجي الطعام معانا طري وأو ميم طون ما ياكلناش في المعاودة ما ياكلناش الدهان بزاف. والطريقة الثانية لاستيس الزوجة اللي هي راكم تشوفوا هنا في الخمارة الكيميائية. هذه الخمارة بالطبع ما غاديش نديروها في الطعام البنات. الماء اللي يغلي اللي نفوروا به شا غادي ندير كي يغلي الماء ونبغوا صاي نفخنا الطعام تاعنا ونبغوا نفوروه توفيرة الاولى، شا غادي نديرو؟ غادي نديرو نص باكي تاع خمارة في الماء ونخلوه يغلي ونديرو الطعام تاعنا يفور. هذه الطريقه غادي تخلي الطعام تاعنا طري. هذه الطريقه عطاتها لي وحده طباخه، يعني كي نقولوا حنا ما فيهاش شك. ان شاء الله تجربوا هذه الطريقه وتنجح معكم. وغادي هنا البنات نقول لكم اللي بغاتني نشارك معاها طريقه سهله بسيطه كما نقولوا حنا كسكس اكسبريس، ساهل للمبتدئات ينفعنا كاع، انا نخدم به ونجح معايا. تخلوا لي اكبر عدد ممكن من التعليقات ونشارك معكم ان شاء الله نديروا طريقه تاع طعام ما يشدش الليد. ان شاء الله نشارك معكم هذه التجربه وراهي غادي تعجبكم ان شاء الله الى تدبيره اخرى. راني رجعت معكم في تدبيره اخرى. هذا هنا شعلنا كوكاو بالقشور تاعه، بغينا دروك بكري كنا نعانو من ذا الطريقه تاع نفسخوه اللي الجلوف تاعه
باش يروحوا باش يعطينا كوكاو صافي، اللي يدير سيشوار اللي يدير بوسيار اللي يدير كل طريقه عذبنا هذا الكوكاو. الوغ اليوم جبت لكم تجربه سهله، تدبيره غادي تسهلها عليكم، ما تولوش تخافوه. هنايا كم تشوفوا هذه الاداه تاع السلطه اللي نشفوا بها السلطه. نورمالمون كل البيوت عندها هذا الاداه، ماهيش غاليه، دير 20 مليار ربي تاع البلاد لوكال. شا غادي ندير هنايا هذا الكوكاو تاعنا، نفسخه كاع كيما نهار، هذوك الجلوف كاع نفصلهم على بعضهم بعض. من نفصلهم كاع على بعضهم بعض نرد هذا الكوكاو، نرده هنا هكا نشفه كيما من نشف السلاطه، استادير ندير هذيك العمليه تاع من نبغوا نشفوا السلاطه. دوك نديرها باسكو سمحوا لي البنات راني الكاميرا غير بيد، نديرها ونوريكم الجلوف يقعدوا تحت والكوكاو يقعد لنا في السله طريقه سهله. نطبق العمليه ونولي معاكم. ها هو البنات الكوكاو تاعنا بعد ما فصلت القشور حكيته كاع. انا هذه الحبات انا خليتهم خاطش هذه كانت عندي كونتيتي، درت معاكم غير التجربه. انا ديفونس حقه بالقشور تاعه. ها هو مام با اون مينوت الكوكاو تاعنا تنقى، وها الجلوف وين يقعدوا، ها القشور تاعه وين يقعدوا. لا هذو الحبات غادي نرفدهم ردهم في السله طريقه سهله، مام با اون مينوت دو مينوت تكون الكوكاو تاعكم مفسوخ وواجد معاكم. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الطريقه والتدبيره، على خاطرش بزاف الناس اللي انا وحده من الناس ما نبغيش تاع هاك ديري سيشوار ديري من ديري من، كي اكتشفت هذه الطريقه ولات تجيني حاجه سهله ان شاء الله في تدبيره اخرى. التدبيره الرابعه تاعنا لنهار اليوم، عندنا هنا هذه الفارينه وهذا السميد. هنا الفارينه كي تكون عملنا كميات كبيره ما عرفوا سيختو في الصيف والحمان وكاع تكوز لنا، كي نقولوا حنا الدود ما تصبرش معانا في البرد نورمال، مي في الحمان نتلقوا معاها مشاكل. هنا غادي نعطيكم واحد التدبيره. هنا هذو اوراق الرند، اوراق الرند من تكون عندكم كونتيتي كبيره تاع الفارينه نديروا معاها نقيسوا معاها اوراق تاع رند في البيضه هكا كي ديروها تخزنوها ولا ديروا معاها هذا الاوراق تاع رند تحافظ عليها باش تدوم معنا مده طويله وما تفسدش معنا في الحمام. وهنا بالنسبه للسميد، وانا هذا المكون ما راش متوفر معايا اللي غادي يجي فيه انا نقوله لكم. وهنا السميد على بالنا رانا في ازمه تاعه، ان شاء الله يا ربي يفك علينا هذه الازمه ويرفع علينا هذا الوباء. منا وهاك ديروا هاكا تدبيره في ريسانكم السميد هنا باش ثاني في الحمان وكاع ما يضيعش ويكوز لنا. شا نديرو الفلفل حب، الفلفل حب نحطوه هنا مع السميد ونخلوه، هذاك الفلفل اللي يحافظ لنا على السميد تاعنا والرند يحافظ لنا على الفارينه تاعنا. ان شاء الله نكون فدتكم بهذا التدابير، ان شاء الله ما تبخلوش علينا التعليق تاعكم. انا تاني مانيش نبخل عليكم المعلومه، يعني المعلومه اللي نعرفها ونجربها وتصدق معايا نتقاسمها مع اخواتي باش نسهلوا علينا الشغل تاع الدار وتاع الكوزينه وتاع الى تدابير اخرى ان شاء الله. ما تنسوش ديروا النجام تشتركوا في القناه باش القناه تاعنا تطلع وتبان، ونزيدوا ان شاء الله المزيد من العمل اكثر واكثر الى فيديو لاحق ان شاء الله.